كفاك يا بان، قد نتعلم شيئا رائعا. انظر في هذا القطار الرائع. هذه المحاضرة إنها مملة. نالت مني. يا لك من ممثل يا بان، أنا متأكدة من أنك مستمتع بالرحلة. جدي سكك القطار في بالتيمور وأوهايو كانت أول سكك. أسف يا جوين، هذه الرحلة مثيرة بحيث جعلتني أنام وأموت. نعم، لذا بن، لا ينبغي عليك أن تستخدم قوة ساعتك لجعل هذا القطار أسرع، وخصوصا إذا لم تكن ترغب بالوصول مبكرا إلى محل الهدايا في محطة القطار. جبدايا لينكولن مكتافرز بنايت. وأنا أتفق معك يا جدي. أصبحت اليوم محركة. هاي، لنوع قطار الملل هذا إلى السكة الصحيحة. الهدايا. رصدنا صيدا بشريا، الهدف بمجال الرؤية. أصب. الصبر يا كراب، لا داعي للاستعجال. بحث عميلنا في الكون كله من أجل عينة كهذه. انتهت تلك الجولة سريعا. صحيح، بسرعة كبيرة. أظنني سوف أستمتع بهذه الجولة وحدي. والآن سنتحدث عن تاريخ لصوص القطارات المشهورين في يوتاه. نعم، اللصوص. أجل، المكان رائع هنا يا جدي. مجموعة كبيرة من القطارات ومن الأشياء. قرش السكك. أنت تكملني. وثمنه لا يزيد عن... يا جدي، هل يمكن لألطف جد في العالم أن يشتري لحفيده قطار لعبة؟ محاولة جيدة، لو أتممت أعمالك المنزلية لادخرت مصروفاً. هيا، مشغول بالبطولات ولا وقت لدي للأعمال المنزلية. أين مصروفي كبطل؟ البطل لا يتحدث عن بطولاته وإنجازاته أمام عائلتي، والآن اتركني، أريد أن أجد بعض الهدايا لعماتك. أظنني صرت كبيراً على خدعة التظاهر بالبراءة. علي التفكير في خدعة أخرى بسرعة. سأستشير رجل الأفكار. فلنرى، إذا أردت أن أصير ثرياً لاستثمرت في محفظة أسهم جيدة، لكن الآن أفضل طريقة هي جمع العملات المعدنية التي أسقطها الركاب. ستكون هذه أموالاً سهلة. قبضنا عليه. قلت لك الصبر هو الحل. صيادو المطلوبين، أيمكنني أن أفترض أنكم لستم هنا للحديث والتسلية؟ تعرض هذا القطار للعديد من السرقات أيامها وللتصدي للصوص القاروبي. هل أخفضتم أصواتكم؟ بعضنا يحاول أن يتأبان. جويندولين، لن تهرب أيها المتحول. أمسكتك. شكرا على اعتراضك الشجاع. لا مشكلة. والآن أخرجينا. ماذا الآن؟ سنشاغل القطار. سنحتاج إلى رجلين لوضع الفحم وسائق القطار وطن من الفحم. أو الضغط على هذا الزر. نعم. هل أفلتنا؟ لا أظن. ظننت أننا على وفاق يا تيتراكس. جامع التحف سيدفع الكثير لمن يستطيع تغيير شكله. نحن صيادون، الأمر ليس شخصياً. هجومك على شخصي هو الشكل الشخصي بعين.